معدك أمة سنتر وأم معدك يا لمجال هذا كولومبوس أوهايو لغونا برتو قرآن كريم كأي ولبة تربية الإسلام كأي صوب بندق أرضي أدو يرير أو أي برين قرآن كريم كحفدينا وحاسيده كلا أي صوب بندق أرضي لبري هجادة تربية الإسلام كأي شيء كوين أدو ونكسن ولا حريرة لنا عدين تا برنامج كأو حقيب كأها والدين معلمين يولبة أصحابتك اللي جديسن أيو أدو دنيا إن عرورته ضع برتان دين تا إسلام كبرنامج كأو حاسود رمان دادكي كسوا قيب قلق يكوي كهالي وحانو كوتا غيرين معلمين تا يواردين تا ان ارين تاسي لسيلا بيكي بارو لغونو دي رجل يواردين تا كالي ان اوبادكو دا يكو تربيهيان دين تا اسلام كما دام اللي تشوغو ودن قربان لون بهاي ان الگوني يلوها يا عرور تا برنامج كينا وحاو دعاي سيدتان. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دمان أبياشا هويوينكا والدينتا أردادا معلمينتا إيو قفول بو مرتيا أو ما تماشاً كو مرتقا دان وحا سيقا عام فوران إذن كووشو دوين يا حفلة دان قلن شبينتا لغو تاقير يو أما لغو تاقولين دوانو أما لغو براروچين يو أردادا سوماليات دمييي فربرتا لغد عربيغا إيو لبا أردي أردت أسكم إذا القرآن كريم كدميان بإذن الله تعالى. أنت أسكدت أن واحد ربيع هنا إذن حسوسيا ما دام ما شاءنا ما تسكون ما إني إذن كو دنو كلو جارة أما وحياة كلو جوني أما شقوين له واحد ربيع هنا إذن حسوسيا فضل يقول لي هاي مال ذكر إله الوح الص مالها ذكر إله الوح الص مال كم إذا اللي سكون ماذا تاسنا واحد ربعين اللي نكون واحد شو حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن أها مجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسون فيما بينهم إلا نزلت عليهم سكينة وحفتهم الملائكة وخشيتهم الرحمة وذكر الله في من عنده حديث كاس أو كسبنا النبي عليه الصلاة والسلام ومعنيه شو هي قوم كم إذا قوم كيسكومي مادان أما كم كل ما مال كم إذا جريها إلهي أما جريها إلهي كم إذا كاس أو يكون حسايان إلهي سبحانه وتعالى ذكر جيسا أما يسكون حسوسين يعني حسوسين إلهي سبحانه وتعالى إلا أفر شيء أفر تا شيء كان وجه رئيسة ملائكة إلهي سبحانه وتعالى أيها رئيسة إلهي رحمة جيسا يقصد دكته إن ملائكة أيها رئيسة إلهي رحمة جيسا يقصد دكته كان وجودن بيا أو وفر لبدن وحاوي وذكر الله في من عنده إلهي سبحانه وتعالى قفل بو أجوجو أيو ما عيوض ذكوا شجع مرك دمان أردد لوالدين تا شرفت له وما أنت حفل داس كسر قلب جلي وحرب أنا إذن كوه تهنية ديو تهنية داس إن شاء الله تعالى أنت أشكدب ما كسي ديران دوني إن شاء الله برنامج كهرباء وكل دونا وحاس كده يا لغة إنجليزية سومالي هنا سكوده ما دام حوا عدد أجنبي نقولشان مركز سيل هذا قيود بوقف إذا إن شاء الله تعالى هذا هرب وشي قلنا وقت جون غير أوجيس مروا البوليس كوي ما ده حفلة دهن أما حفلة ده لما ده إسلامي جاه وح مناسبة ده نقول إنه جوه بون إن كفر فرنا أيدها كم ده قرآن كريم كاه وح نواخذ دهنا أرض كم ده أرض دكسية أرض جاس لغم لغم جعابه سليمان بيري إن شاء الله تعالى فليتفضل مشكور المأجورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرجنا به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور
إن الذين يتلون كتاب الله وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية يرجون تجارة لن تبور ليوفيهم أجورهم ويزيدهم من فضله إنه غفور شكور والذي أوحينا إليك من الكتاب هو الحق مصدقا لما بين يديه إن الله بعباده لخبير بصير ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير جنات عدن يدخلونها يحلون فيها من أساور من ذهب أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير وقالوا الحمد لله الذي أذهب عنا الحزن إن ربنا لغفور شكور الذي أحلنا دار المقامة من فضله لا يمسنا فيها نصب ولا يمسنا فيها لغوب حفلة دان المانتي أنا قد بلدقي إنه أردد أنا دكسيقة وقيمنا قرآن كان ميسي قيمنا عربيقة نميسي هنقادة أخرسك إيو قرآن كاللبضبة كنا ميسي مدرسة أم سنتر كولومبس أوهايو وحنو ما دعلين إن معلمين تا والدين تا يا أردد دمان رنتي سودة دالي وقتي بدن كوب حيي إني أردد أي ملفي عن قاران قاركود قران كدميان قاركود محوها قران كي ملفي عن عمرها يوهن قادي أخرس كسور دميان مدرسة دا إيه هرمر كيدا إيه تابقل كيدانا قيوين كأه أيهم هاد علينينا وحان لنا مركز تا والدين تواد مهسنتهين معلم تسيدو كرانا آد أي أيوم هسيهين مانتا عروتانا أركيرنو إن هرتانا فرسة إن سو دياريي لدى دالي وقتي قليي أيغن وحلينا جزاكم الله خيرا انت كدب إن مدرسة إن أم سنتر الحمد لله إلهي سبحانه وتعالى كما حسن إن وحي سكوتر تا قيب قرآنك إن يا قيب معهدة وأيغن أردد إن إن بدنا كم من القرآن كدميين لغو برو إسلامي سادقي إيو دروستي كان الدين إسلامك سي اون غدان دد كديسن لبد قيبود قران كينا صبرتي ان اسلامي سادغي iyo waxa imtixaana adduunka kula socon lahayeen ilaahay subhanahu wa ta'ala ku caabudi lahayeen ay isku difaaci lahayeen ee ayagana soo kala barahay ayagana insha Allah ta'ala waa arki doona qayb badan oo kamid oo halkaan ugu soo bandhig noogu sameyn doona ay qaar kooda luqad carabiga ku hadlaaya qaar hadii no soo jeedin doona qaar lecture soo jeedin doona iyo muxuu ahaay wax qayb kala duwan أيجنا معد كذا معلمين تودنا سوق لو مهد علينا ما أنتي مركا إن شاء الله تعالى هل كان وح فريات الطبيعة الوعتن أرضي أو لما يسي لما يسي آخرس ك يو قرالك لقد عربيك أو كتابك قرآن كمالك صلاة الصبح يوم أنتي محوها ستة وآخر نهاية إلى بكون مع سند ذلك كذا كدي من والدك يا معلمتي لسود ذلك يلا بقى أرضي القرآن كده ما يسي
وحلينا هاي دمان انت كسرت قبل شيء وما سنتهين العلماء ده أنا شرفت بدن والدين تنا رجع يوم أربعة لاني يرى ذا محوها أرضي ذا دمان تويد ما علينا كسرت قبل كنا جزاكم الله خيرا حفل ذا هن يكو متقن وكو والسكوي ماذا كو أوقي مها بدن ما لا بدن بضطك تجان لكن سان وكلمة هاي وحوي وامل إلى سبحانه وتعالى ودوان هيو من إلى سبحانه وتعالى لورا لجلنا هيو كلام كسر لوكر يلا هيو محوها أرضي dadaalay sana lagu garab istaagayo inta isku soo hawshay inta qaybta ka qaadatay inta mintaqaana ayna garab nagu siisay adinka waxa leena jazaakumullahu khayran wa ad mahsantihin hada billahi tawfiq assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh alhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah nahnu tullab fi ma'had al ummah qism al lughah al arabiyyah حيث ندرس القراءة والكتابة والخط والتعبير والاستماع والقراءة المجودة. بدأنا هذا البرنامج قبل 4 أشهر وقد استفدنا كثيرا والحمد لله. And I'm one of the students in معهد الأمة in the section of Arabic language, and we started this program around 4 months ago when we learned the reading, writing and communication in Arabic language and also تجويد. And أود أن أدعو الطالب عبد الله بره and he gonna do inshallah a lecture about Prophet Musa عليه السلام, story of Prophet Musa عليه السلام in سورة القصص. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير فجاءته إحداهما تمشي على استحياء قالت إن أبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمين. Brothers and sisters, esteemed guests and fellow students, I welcome all of you to this wonderful occasion. Today, inshallah, we'll have the honor to explore the beautiful story of one of our most noble prophets, whom we all know, Prophet Musa alayhi salam. One that will benefit us, encourage us, and motivate us to engage in actions that make us better Muslims. The story of Prophet Musa alayhi salam and Prophet Shu'aib's daughters is mentioned in the Quran in Surah Al-Qasas, verses 23-27. It starts off when Prophet Musa fled from Egypt after unintentionally killing an Egyptian man who was oppressing one of his people. After being advised to leave Egypt, Prophet Musa ran and sought refuge in the land of Madian, where he encountered the daughters of Prophet Shu'aib. Prophet Musa, fatigued, exhausted, and thirsty from his journey, arrived at a well in Madian. وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ وَجَدَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِنَ النَّاسِ يَسْقُونَ. It was there that he saw a group of men watering their sheep in front of a well, causing bunched up traffic. وَوَجَدَ مِن دُونِهِمُ امْرَأَتَيْنِ تَذُودَانِ. While two young girls were standing further away from the well and men, not watering their flock, but patiently waiting.
So Prophet Musa, being curious, approached them and asked, مَا خَطْبُكُمَا? What's the matter? Why are you girls waiting while the others are busy watering their herd? They answered by saying, قَالَتَا لَا نَسْقِي حَتَّى يُصْدِرَ الرِّعَاءَ. The young girls then explained that they would not water their flock until the shepherds finished and the crowd dispersed, as they were modest and did not want to mix with the men. They also explained to the noble prophet that their father was very old, Shaykhun Kabir, and he did not have the physical capacity to do any physical labor of any kind. Feeling compassion for them, فَسَقَى لَهُمَا, Prophet Musa took it upon himself to water their flock. ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِ. After quenching the thirst of the animals, he rested in the shade and called out to Allah for help in his difficult situation, saying, السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الإيمان بدع وسبعون شعبة فأفضلها قول لا إله إلا الله وأدناها إماضة الأذى وأدناها إماضة الأذى عن الطريق والحياء شعبة من الإيمان. The Messenger of God sallallahu alayhi wa sallam said, faith is a few of 70 divisions, the best of which is to say La ilaha illallah, there is no God worthy of worship but Allah. And the least is, and the lowest is to remove harm from the road, and modesty is a division of faith. According to the hadith and verses that Abdullah recited, we can infer that those two women were modest even at the time of need. My brothers and sisters, hijab is a part of our deen. It is something that Allah has prescribed us to do. It is not a choice, but it is an obligation we have to abide by. The hijab differentiates us Muslim women from any other women in the world. It is a means for us to speak, act, and dress in a way that is beautiful to Allah subhanahu wa ta'ala. And most importantly, it helps define our worth by our intellect, our character, and our being, and not just for our beauty. Jazakallah. And now I want to call Al-Tulab, Najad Hashi, and Nusayba Ali, and Abdul Malik Muhammad. And inshallah, they're going to do a small story about Sharif and the old man. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. عاد شريف من المدرسة يسرع في المشي ويحمل حقيبا لكتبه ليصل إلى البيت قبل موعد القضاء وكان معه صديقه هشام. شريف came back from the school while walking fast. He was carrying his books in his bag so he can arrive before lunch. His friend هشام was with him. وفيما كان صائرين رأى شريف شيخ كبير يجول بيدين مرتعشتين عربة عليها صناديق وأكياس كثيرة ويقف بين وقت وآخر يجفف عرق ويلتقط أنفاسا. When they were walking, Sharif saw an old man. The old man was struggling to drag a cart with heavy luggage. He made frequent stops while wiping his sweat. Sharif felt empathy for the old man. تأثر الشريف لمنظر ذلك شيخ كبير فقال لصديقي تعال يا هشام نسادع ذلك شيخ فالحمل ثقل عليه. قال هشام أعفني يا صديقي فإني علي موعد هام لألعب مع أصحابي. شريف saw the old man struggling and suggested that they should help him. On the other hand, هشام rejected the offer and said he had an appointment with his friends. The moral of the story is to help someone who is in need or struggling with something, because Islam also encourages it and Allah can reward you for it in a bigger and better way. إلهي بعد ما هتسك لله الحمد من قبل ومن بعد حاك لهم هذا علمنا دكي كسر شقي حفلة ورقة بدن dayhiin wiilasha iyo dayhiin gabdhaha intaba waxa kale oo maad celinna
macallimiinteena sharafta leh oo ka soo shaqeeyay caruurteena inay wax bartaan macallin Cabdirasaaq oo ka yahay intii aan arkay waqtigiisa iyo cilmigiisa iyo caqligiisa galiyay inuu caruurta wax baro iyo macallimiinta kale oo la shaqeynaya intaba waxa kale oo mahadcelinaynaa waalidka wanaagsan oo xilliga qabow ah yimid waxaa weeye xafladda ka soo qaybgalay caruurtoodii keenay waqtigoodii geliyey hadday tahay markay caruurtu wax baranayeen iyo hadday tahay xafladda intaba xoolahoodii geliyey macallimiintana garab u noqday idinkana jazaakumullahu khayran caruurta wax baranaysa oo lagjarada quruxda badan jeedinahayay ama qur-aankaas quruxda badan akhrinayay iyagana waa mahadsan yihiin inta haddaan mahad uga soo gudbo waxaad ogaataan qur-aanka ilaahay subxaanahu watacaala barashadiisu inay tahay shayga ugu qiimaha badan oo ruux ibni aadama uu barto ma aha ruuxa baranaya keliya waalidka xataa ilmaha qur-aanka baranhaya waalidka ugu qiimaha badan buu noqonayaa aakhara marka la tago walidaalika baa nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu noo sheegay ruuxa jannada intii la geliyo oo billad sharaf la siiyo inuu odhanayo xaggee ka timid biladan oo la odhanayo ilmahaagii aad qur-aanka kula soo dadaashay wey gabadha kula dadaasha ilmaheeda qur-aanka ama ninka kula dadaala ilmihiisa qur-aanka waxaad ogaataa inaad sababtaas ku heli doonto janno insha allahu tacaala arrin marka fudud ma ah waxaa kalead ogaataan ambiyada lasoo diray adduunka loo soo diray wixii lala soo diray ugu wanaagsanaa waxa uu ahaa cilmiga iyo qur-aanka dadka inay baraan wax kale lama soo dirin adduunya lalama soo dirin tiknolojiya kale lama soo dirin keliya nebi maxamed waxaa lala soo diray iyo ambiyadii ka horreysayba diinta ay loo soo dhiibay inay dadka baraan rabbanaa wabcad fiihim rasuula minhum yatluu calayhim aayaatik ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم ومهمة الأنبياء والرسل شقضة أيهيان معلمين تو وشقضة أوفي عن أروح من هذا موقبته خيركم من تعلم القرآن وعلمه دادك أدونك تشوغة ورن مركة الإسكترة دادك أو خير بدن وادادك قرآن كدادك برواي أفمن يعلم أن ما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى وهذا قاتان مركة inay tahay shaqo aad iyo aad waxa way u sareysa shaqo kasta oo ibni aadamku qabaana ka sareysa ruuxa qabanhaya iyo ruuxa ugu qabanhaya iyo ruuxa ku taageera intana ilaahay subxaanahu wa ta'aala agtiisa qiimo weyn ayuu waxa way ka leeyahay walidaalika ilaahay subxaanahu wa ta'aala nabi maxamed markii uu la hadlayay waxa uu yiri wacallamaka maa lam takun taclam wa kaana fadlullaahi calayka cadiima waxaadan aqoonin baa lagu baray waxa la baray waa qur-aanka fadli weyn baa ilaahay ku siiyey wax ruuxa ibni aadamka la siiyey waxa ugu weyn waa qur-aanka kariimka weeye sidaa darteed ruux walba waxa uu ilmihiisa juhdi ha geliyo ruux walba inta aad geliso unbuu noqonhayaa ajirka aakhare aad ku leedahay adduunka midhaha aad goosatana inta aan bay noqonaysaa wasalaatu wasalaamu calaa ashrafi lmursaliin wacalaa aalihi wasaxbihi waman salaka maslakahum ilaa yowmi ddiin. We thank Allah subhanahu wa ta'ala for giving us this unique opportunity to be here today. We ask Allah subhanahu wa ta'ala to make us witness many of these in our lifetime. MashaAllah, congratulations to every one of you. May Allah subhanahu wa ta'ala bless you. لماذا أتعلم اللغة العربية? Why do I study Arabic language? This is the question that every one of us needs to answer, we students. So for me, I think I would say, أتعلم اللغة العربية لأنها أو لأن تعلمها واجب علي وجوبا عينيا وكفائيا. So I study Arabic language because it is obligatory for me. And it's obligatory individually and communally, collectively. Meaning, Arabic language is obligatory because every Muslim has to learn Arabic language. When I say you have to learn Arabic language, it doesn't mean that you have to speak or you have to understand it. You reading Surah Al-Fatiha, that's Arabic language.
You saying La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, Subhanallah, Alhamdulillah. That's Arabic language. So you have no choice but to speak Arabic language because it is a means of worshiping Allah Subhanahu wa Ta'ala. And I say kifa'iyya. Kifa'iyya, it means communal. It's collective. It means if some of us are not vast in Arabic language, they're not eloquent in Arabic language, they're not deep in Arabic language, then we won't be able to teach one another. So some of us have to be there to learn more of Arabic language so that they will be able to pass it around. So that's the meaning of our communal and also the meaning of individual. So it means individually and collectively, Arabic language is obligatory. Waharaba, inshallah, inan umad aliyo, and walidinta madrasada. Orinti barnaamijkan quruxda badan qayb kasto uu yahay een wuxuu aha sameeyay oo nuu gacan siiyay oo hadii aan lahayd qurxinta hadii aan lahayd nidaaminta hadii aan lahayd cuntada la keenayo hadii aan lahayd macallimiinta garabstaagooda een markasta hadii dugsi la joogo iyo hadii la joogo een xaflad iyo hadii barnaamij la nahaba na garab taagan aad iyo aad baa u mahad celinayna جزاكم الله خيرا رنتي اللي أنتم إن هو برنامج جدًا أنا سمعين إنه نمصر تكشين مركو حالنا وما سنتهين ألقى أنا أكسي ودنه إن هو ها إسكاشنه هدي إن عنقه يا أرضيده وحي صباحا يعني مركو والدك يا معلمك يا مدرسة دو يا أرضيده إن شاء الله إسكاشدان أو إستشقيان أو إسكو متقنا إن إسكور قبان أيا عنقنا بالجرايا ardadina quraanka baraneysa waalidkuna ku farxaya macallinkuna sidoo kale ku farxaya een waxa aragnaa in helayna insha Allah marka macallimiinta hala garab siiyo wax farxad la dhacay waalidka macallimiinta ma sha Allah maamooyinka waalid kala mahan waalidka bidaal gaar ah bixiyaan oo ay mideen in ugu amaano way abayaasha kaga fiican yihiin runtii inta badan maamooyinka dadaalka ugu badan wada oo ubadkooda ilmahooda jecel inay dugsiga keenaan waxaad horta ku xisaabsantaan xadiidkan nabiga sallallahu calayhi wasallam uu yiri khayrukum man tacallama alqur'aana wa 'allama waxaa idinku khayr badan qofkii qur'aanka barta iyo kii dadka bara asagoo barta haddana dadka u sii gudbiyo bara arrintaas guul weyn weeye xadiidkaas ku bishaaraysta dadka ilmahooda qur'aanka barayo macallinka kaliya maaha waxa qur'aanka baraya dadka hooyada soo qaadaysa oo ilmihii soo kalahinaysa oo soo nadiifinayso musqusha geynayso maaragtay cunno soo siinayso u soo labisayso gaari ku soo qaadayso qabowga soo baxaysa ayadoo laga yaabo inay shaqo ka timid ama daalaneyd oo xaloo dhacno u karinaysay ilaahay ajarkaas waa xisaabaya jannadaad ku galaysaan insha Allah ee waana la inii sheegay fadaaisha ku soo aroortay qur-aanka iyo ka shaqayntiisa marka horta arrintaas xisaabta ku darsada oo niyeysta markaad ilmihiina soo qaadaysaan iyo markaad caruurta qur-aanka baraysaan oo dugsiga geynaysaan oo ka soo qaadaysaan oo dadaalka ku bixinaysaan inaad ku jirtaan waddadii jannada inaad haysaan yaa waddadii jannada inaad haysaan arrintaas ogaada man salaka tariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu tariiqan ila aljanna min nabi sallallahu calayhi wasallam. iskuulada horizon waxa ay ka mid yihiin kuwa ugu wanaagsan ee iskuulada sida gaarka loo leeyahay ee Columbus ku yaal afar xarumood oo ku yaala wadada Morris Road oo kala dugsiga hoose midka dhexe iyo laba kuwa sare waxa ka go'an mid kasta bixinta waxbarasho tayo leh iyo soo saarista hoggaamiyasha mustaqbalka ilaa dugsiga hoose oo halka ay caruurtu ka bilaabaan talaabadooda ugu horeysa ee dunida waxbarashada aadistooda iskuulada sare oo halka ay ugu diyaar garoobaan mustaqbal leh fursada aan dhamaad lahayn. Hadafkeena halkan waa bixinta heerka ugu sarreeya ee waxbarasho leh tartan iyo dhiirigelin. Barnaamijyadeena robotisku waa hal abuurro ka dheeraada fasallada. Deeqaha waxbarasho ee dalada concept waa kuwa lagu kobcinayo sarana loogu qaadaya ardayda. Waxay ardaydu qaadanayaan casharada dugsiga sare iyagoo dhigta dugsiga dhexe, kuwa college-kana iyagoo jooga dugsiga sare.
I started getting like some credit. Waxaan helay dibcaha college-ka ka hor inta aan aadin college-ka. Runtii waa fursad muhiim ah in aad hesho shahaadada college-ka adigoo dhiganaya dugsiga sare. It's a great way for. Waddada ugu wanaagsan ee ardaydu ku hormarin karaan waxbarashadooda iyagoo qaadanaya casharada caadiga ah ee dugsiga sare. In ay qaataan casharada college-ka. Waxaan ogahay in hadii aad timaadaan iskuulada Horizon in carruurtiinu ay heli doonaan mustaqbal iftiimaya oo wanaagsan iyo waxbarasho tayo leh. Iskuulada Horizon waxay ka caawinayaan ardayda laylasidooda si bilaash ah iyagoo ka soo qaadaya guryahooda kuna celinaya hadii ay Columbus degan yihiin. Horizon, Machadka Sayniska iyo Waxbarashada ee Columbus.